السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بحال أفضل إن شاء الله. يأتي العيد وكل منا في حياته أحباب تمنى لو قضى معهم لحظات العيد. الحاج عبد البديع وأسرته لا يختلفون في ذلك غير أنهم لا يستطيعون أن يدركوا ما تمنى. إبراهيم عبد البديع ابن هذه الأسرة نتعرف عليه من خلال التقرير التالي. متدين على خلق، يحب الخير لكل الناس، متفوق دائما، صفات أصبحت قاسم مشترك بين كل الضحايا. يبدو أن الانقلاب يختار ضحايا. إبراهيم عبد البديع علي أحمد واحد من هؤلاء. ولد إبراهيم في 7 مارس من عام 1994، طالب بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق جامعة الإسكندرية. بطبيعة المرحلة العمرية التي كان يعيشها وبطبيعة موقعه بين إخوته فقد كان أصغرهم، ما كانش بيزعل من حد فينا مهما حصل ما بيننا، عمر ما زعل من حد. كان حتى لما نزعل مع بعض ولا حاجة ويجي يزعق ولا كده كان آخر زعيقه كان يضحك، كان يخلينا كلنا عادي خالص، متسامح جدا معانا. لما واحدة فينا تقول له حاجة ولا تضايقه بكلمة متسامح، ما بيزعلش من أي حد خالص. متدين، بيصلي عارف ربنا صلاة الفجر. كان يعني كنا ساعات احنا بنكسل، كان هو الوحيد في البيت كله، يعني تقريبا في البيت كله كان هو الوحيد اللي بينزل يصلي صلاة الفجر. لم ينصرف إبراهيم إلى نفسه ويلهو كما كان يفعل بعض الشباب، إنما كان يعمل بجانب دراسته ويجتهد. شارك في الثورة من أول يوم، وبالرغم من أن له موقف سياسي إلا أن الجميع من الجيران والأقارب سواء كان مؤيد لرأيه أو معارض أجمعوا جميعا على حبه واحترامه، فقد كان يجمع ولا يفرق. هو إبراهيم يعني بعدته ما كانش بيحب الشر لأي حد، هو دايما كان بيحب الخير، سواء كان أي حد كان انتمائه السياسي كان إيه، سواء كان مؤيد سواء كان معارض، ما كانش بيسعى في الأول والآخر. كان بس يعني في المظاهرات هو إبراهيم كان بيحب دايما روح المشاركة، كان بيحب يشارك في المظاهرات عادي، كان دايما معتقد إن هو اللي بيعمله ده صح. كان عفيف اللسان حيية، هكذا شهد له كل من عرفه. كل مؤيد انقلاب او معارض كان كله بيشهد له باحترامه، يعني ادبه، في سواء في المدرسه في المعهد في الشارع، حتى في المسيرات معانا ما كانش يرضى هتافات فيها شتيمه او سب، كانش يرضى يردد او كده، كان يضحك يقول لي ممكن اموت في اي وقت. في الاول من يناير بينما كان الناس يحتفلون باستقبال عام جديد 2014، استقبلت هذه الاسره المكلومه نبأ وفاة ابنها الصغير، واحتفلت السماء باستقبال هذه الروح الطاهرة. استشهاد إبراهيم مش هيزيدنا غير ان احنا إصرار ننزل كل يوم، هيقتل هيسجن هننزل زي إبراهيم، زي عبد الرحمن ريعو، زي أصحابنا الشهداء كتير اللي ماتوا، هننزل عشان نجيب حقهم. رحم الله إبراهيم عبد البديع، شاب لم يكمل بعد عامه 21 أو 22، فقدته أسرته، أسرته اللي هتكون معنا دلوقتي عبر الهاتف إلى أن يتم التواصل معهم عبر سكايب. معنا الحاج عبد البديع، أهلا بك يا حاج عبد البديع وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وانت طيبة. كل عام وحضرتك بخير، واسمح لي في السؤال ده، أول عيد ليكوا الأسرة بشكل عام من غير إبراهيم، قضيتوه إزاي من غير إبراهيم؟ والله هو العيد كله يعني الحمد لله برضه استقبلنا، يعني نحن ناس متدينين برضه يعني وعارفين ربنا يعني، فاستقبلناه برضه عادي يعني، استقبلناه عادي يعني ما فيش أي مشكلة، لأن إحنا استعوضنا عند ربنا. ربنا يثبتك ويصبرك يعني. يا حاج انت ووالدته واخواته كلهم. حاج عبد البديع يعني أيوة. نزول ابراهيم للمظاهرات ومشاركته فيها كان بعلمك وبرضاك ولا لا؟ ايوه كان بعلمي، يعني انا كنت مقتنع باللي هو بيعمله. يعني انا كنت مقتنع باللي هو بيعمله، لان هو ما كانش بيعمل حاجه غلط، لان هو كله اللي كان بيعمله عشان خاطر الظلم اللي كان موجود. هو بينزل بيقول رأيه عشان الظلم ده. فكنت يعني كنت مقتنع بيه وكل حاجه، لانه معلش اصل ابني تربى تربيه كويسه وراجع ومتدين وعارف ربنا. هو كان بينتمي للاخوان المسلمين او لاي تيار سياسي يا حاج عبد البديع؟
ما كانش احنا ولا مش مميزين باي تيار ولا اي حزب. احنا ناس عاديين يعني، ما لناش انتماء لاي حزب يعني. يعني كان قراره للانضمام للمظاهرات المنددة بالانقلاب كان قرار يعني شخصي لي او لي كنت كأسرة، ملوش علاقة بانتمائه للحزب او لتيار سياسي. لا ما كانش له علاقة باي حزب، لانه هو كان كله اعتقاده، لانه عشان الظلم والفتيات اللي بتنسحب في الشارع والفتيات اللي بتتسجن والفتيات اللي بتغتصب، يعني كان كل همه على خاطر الدين الاسلام، لان ده ما كانش من ضمن دين الاسلام اللي بيتعمل ده. هو كان كله ان هو عايز ينصر الاسلام. طيب ايه اللي تم، ايه اللي تم يوم 1 يناير يا حاج عبد البديع؟ هو جه كان في الشغل، لان هو بيشتغل بعد المعهد، مش شغال في دكان يعني، هو عشان يعاون نفسه يعني. فجه من الدكان كان لقمه، فبيقول لوالدته هي راح مزاره، قالت له يا ابني بلاش، قال لها لا يا اما انا رايح، وادعي لي ان انا استشهد يعني. فالمهم كان لقمته وجري، كان فاضل على صلاه العشاء بتاع 10 دقائق، استنى قدام المسجد لغايه ما صلى العشاء واتكل على الله. فوالدته وهو طالع قالت له يا ابني استعوذتك عند ربنا. يا دوبك هو مشي ما فيش نص ساعه بعد صلاه العشاء بتصل بيه، لقيت واحد صاحبه اللي بيرد عليا. انت اتصلت بيه عشان عرفت ان في مشاكل في المظاهره او في مهاجمه ليها من قبل قوات الامن؟ ايوه. فلقيت صاحبه اتصل يعني اتصلت بيه، فقال لي لا ده ابنك معانا في المستشفى. قلت له في المستشفى؟ قال لي في مستشفى هنا. فاخدت بعضه وجريت له، لقيته يعني فارق الحياه. فبرضه احنا استعوضناه عند ربنا يعني، لان اصل اللي طالع في سبيل الله ده ما بيستناش من العبد حاجه. الحمد لله يعني. ما ربنا يثبتك ويصبرك يا حاج ويأجرك يعني على على ثباتك وصبرك. ويعني يا ريت اكلم الحاجه سميه ابراهيم والده ابراهيم عبد البديع. حاجه سميه كل عام وحضرتك بخير. حاجه سميه السلام عليكم. السلام الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا فندم. كل عام وحضرتك بخير. و الحاج عبد البديع قال ان يعني ابراهيم جه من الشغل اللي كان فيه وقال لك انا نازل، فانت قلتي له بلاش. لما قلتي له بلاش وهو اصر على نزول، قلتي له ايه لما قال لك ادعي لي ان انا يعني انول الشهاده النهارده؟ قلت له بلاش يا ابراهيم بقى، احنا كنا كلنا بنطلع وبنقدمنا من الغاب وانا صدري تعبان، بلاش يا ابراهيم انت تطلع. قال لي كنت توعديني وقعد تخليني اطلع على طول بعد الامتحان. قلت له ماشي. والاخر قال لي تراك يبدو ان يعني فقدنا الاتصال، فقدنا الاتصال مع الحاجة سمية. معنا عبر الهاتف ايضا زينب عبد البديع وهي اخت ابراهيم. اهلا بك يا زينب وكل عام وانت بخير. يبدو ان هناك مشكلة في التواصل مع زينب. زينب سمعاني؟ ايوه. كل عام وانت بخير يا زينب. حضرتك بخير. زينب انت اخته الكبيرة، لان على حد علمنا يعني ابراهيم اصغركم يعني. ابراهيم اكبر مني بسنه. كان بيتعامل ازاي معاكوا في البيت يا زين؟ والله احنا افتقدناه طبعا. ابراهيم كان حنين جدا، كان طيب يعني، هو كان عصبي شويه، ما كانش يحب اي حاجه يعني، لو نفسنا بقى شويه اي شيء ابراهيم كان بيتضايق. كان حنين جدا علينا، افتقدناه طبعا، ده اول عيد يمر علينا من بين ابراهيم، صعب جدا. البيت كله يعني تحس ان في حزن، بس كلنا افتقدناه طبعا. ابراهيم كان طيب جدا، طيب تتعاملوا معانا، ما بيأذيناش يعني، عمر ابراهيم ما نام يوم واحنا زعلانين منه ولا هو مزعلنا، حتى لو اتخانقنا احنا قرفين يعني هو اللي يجي يصالحنا لو احنا حتى اللي غلطانين. يعني ربنا يرحمه ان شاء الله. اما كان بيكلمكم يا زينب على الاحداث ومشاركته فيها، طبعا انا عرفت من الحاج ان هو كان برضا الاسره بشكل كبير، ومن الواضح طبعا ان الاسره كلها يعني واخده نفس الطريق تقريبا. اما كان بيكلمكم كان شايف الاحداث ازاي، وكان شايف مدى جدوى المشاركه في
في المظاهرات السلمية اللي بتقوم بيها مثلا محافظة زي محافظة اسكندرية باستمرار، شايف الموضوع رايح لفين؟ ابراهيم اصلا ان شاء الله كان بينزل يوميا المسيرات، لا كان شريط المسيرات، وانا كنت بنزل معاه انا وماما. كان يعني في المسيرات نزل ابراهيم من عشان مرسي ولا عشان ان هو يرجع اصلا. ابراهيم كان نزل للناس، كان نازل عشان اللي بيحصل للبنات في الشوارع بتاع للبنات واللي بيعتقلوا وعشان اصدقائه اللي ماتوا. يعني كان دي قضيه ابراهيم اللي بيحصل الظلم اللي في البلد، ما كانش فارق معاه حكايه انه يرجع مرسي او ما يرجعش. يعني هو كان عايز بس يقتصر الشهداء اللي ماتوا، اللي هو بقى واحد منهم دلوقتي، واللي بيحصل للبنات في السجون. يعني معلش افهم النقطه دي تحديدا يا زينب، يعني مشاركه ابراهيم كانت من بعد فض رابعه والدم اللي سال في عمليه الفض، ولا من قبل كده؟ لا، من بعد الانقلاب مباشره. من بعد الانقلاب على طول. ابراهيم اصلا كان بينزل من 25 يناير اول الظاهره الاولى، كان بينزل من ايامها، واول ما حصل الانقلاب برضه ابراهيم كان بينزل. وبعد فض رابعه ابراهيم مثلا يعني تقريبا كل المظاهرات اللي حصلت يعني ضد العسكر عموما من اول 25 يناير. طيب هو يعني كشاب وسنه صغير يا زينب، كان بيقول لكم ايه؟ يعني المفروض مقتنع بفكره السلميه، ولا كان هو واصحابه مثلا من الناس اللي بتمارس نوع من انواع الشغب كما يصور ذلك الاعلام في اغلب القنوات واغلب المحطات الفضائيه؟ لا 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 والله ابراهيم ما كانش كده خالص. ابراهيم حتى لما كان ينزل مسيره ويلاقي احتفالات فيها شتيمه، يشتموا على حتى السيسي نفسه، يشتموا على الحكومه، على اي حد، ما كانش يرضى. كان يقول لو استشهدت في اي وقت قال ربنا ازاي وانا بشتم حد، يقول لا دي يعني حتى اللفظ يعني حتى استخدام الالفاظ الخارجه للتعبير عن الراي كان بيرفضه. كان بيرفضه، حتى ان هم يضربوا بطول كان يقول لا حرام، يعني القاتل المقتول في النار يقول انا ما اقتلش، هو قتلني انا مش هقتله ولا همد ايدي، يعني عشان اخد حقي منه عند ربنا. ما كانش يرضى ابدا حتى يمسك سبك ايدي ولا يقتل اي حق ولا يضرب اي حد بيده، ولا لفظ ولا شتيمه ولا اي حاجه. يعني ابراهيم ما شاء الله كان متدين، كان عارف ربنا، يعني غير كان مواظب على صلاه الفجر الحمد لله. الحمد لله يعني كان انسان متدين، ما كانش عمره يقدر حتى يشتم اي مسيره ولا يضرب ولا يعمل اي حاجه. كان بيرفض كل الحاجات دي، بيقول ان هي اساءه، اساءه لينا احنا كاسلاميين ان احنا نعمل كده. طيب يعني كان حلمه ايه يا زينب؟ انت اخته قريبه منه، كان ما بيكلمك طموحه الشخصي ايه؟ يعني بصرف النظر عن ان هو عايز بلده تكون احسن بلد والكلام اللي كلنا بنتمناه لبلدنا ده، بس هو طموحه الشخصي كان ايه؟ هو كان في تانية معهد خاص بالسياحه والفنادق تقريبا، فكان بيخطط ايه لمستقبله؟ هو ابراهيم يعني كان طموح قوي، كان عنده امل كبير قوي في الحياه ما شاء الله عليه. ابراهيم كان نفسه قوي يخلص المعهد بتاعه، بيقول انا هجتهد واشتغل لحد اخر لحظه علشان خاطر كان بيتمنى يعني انه يبني قريه سياحيه. كل اي شاب يخرج من سياحه وفنادق طبعا انه يعمل كده. قال يعني كان دايما يكلمني كده يقول لي ان انا ان شاء الله يعني لما اكبر واخلص المعهد هذاكر وهشتغل وهتعب علشان خاطر اعمل المشروع دوت، كان بيحلم دايما بيه. لكن طبعا شاء ربنا ان هو ينال الشهاده، لان ابراهيم في الفتره الاخيره من بعد فض رابعه حتى احلامه دي متاهه تماما، بقى كل تفكيره ان هو يسترشد في سبيل الله. كان ينزل، كنت بنزل معاه المسيره، كان في مقدره القائد ابراهيم كنت معاه. هو في حد من يا زينب من اصدقائه يعني ارتقى قبله، يعني استشهد قبله، ولا يعني ما فيش حد من معارفكم او اصدقائكم مثلا؟ كان هو اللي عرفت استشهد قبله عبد الرحمن ريعو، وكان صاحبه هو لا ما كانش قريب منه قوي، بس ابراهيم يعني كان يعرفه شكله. يعني اصرار يعني كلامك على ابراهيم في نقطه ان هو كان حريص جدا على فكره الشهاده وان هو يعني يرتقي في سبيل الله، يعني بينم مثلا ده حد سنه صغير ولسه الدنيا قدامه، لسه الحياه قدامه، فكره الاصرار ده يقول ان مثلا كان في حد من اصحابه وهو شافه بعينه مثلا، ولا لا؟ هو مش حد من اصحابه. ابراهيم في كذا مسيره شال شهداء كتير جدا. ابراهيم كنا في مقدره القائد ابراهيم، مقدره القائد ابراهيم شال شهداء كتير، وكان دمهم على الارض سايل، وفي السيدي جابر يعني وكان جنبه بالظبط الشخص اللي جنبه، يعني خد الرصاصة ومخه كله طلع في ايد زميله اللي جنبه، فشاف موقف زي دوت عمره ما هينساه. كان ابراهيم راجع هدومه كلها دم في اليوم ده، فشاف ناس كتير ومش فاكر كده.
شاف ناس كتير وشاف ضمن الشهداء وكده، فخلي يعني مصر على القضية بتاعته إن هو يكملها وإنه يصفي زيهم، كان يرجع للمسيرة يقول يا بختهم إن هم شهادة. طيب يعني خليني لو الحاجة زينب سمعاني دلوقتي، الحاجة سمية عفوا والدة إبراهيم، أو يا ريت توصلي لها التليفون يا أستاذة زينب. حاجة سمية، حاجة سمية سمعاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة سمية أقول لك تاني كل عام وأنت بخير، ويا رب إن شاء الله يعني يعوض عليكي في ابنك إن شاء الله ويتقبله من الشهداء بإذن الله. حاجة سمية يعني علاقة إبراهيم بإخواته قالتها لي، قالت لي عليها زينب، علاقته بيكي كانت عاملة إزاي كأم وكولد وحيد؟ على طول كان يبص ايده على طول، يبص دماغه ويبص ايده على طول، اي راح حتى يدعي لي يا ام، يدعي لي يا ام. كان عنده امتحان في نص السنه قبل ما يتوفى، ولقاني تعبانه قال لي تعالي يا ماما اوديك المستشفى، كل شويه يطلع وانا في الاستقبال معلقه المحلول ويطلع ويتكلم في التليفون، في يا ابراهيم وراك حاجه؟ يقول لي ما فيش حاجه يا ام. بعد ما كان يوم بابا اللي صحينا اروح المعهد بقول له طب في ايه؟ قال لي مش انا كان عندي امتحان امبارح ما رحتش حضرته عشان اوديك المستشفى. وما كانش قايل لك يعني؟ كان بارز بيا الصراحه، ما عمري ما اقول له على حاجه ويقول لي لا. طيب حاجه زينب، انت لحد دلوقتي بتنزلي، اللي انا عرفته من زينب ان حضرتك كنت بتنزلي مع ابراهيم انت وزينب في المظاهرات، لحد دلوقتي بتنزلي؟ احنا كنا امبارح في المظاهر بعد صلاه العيد، انا وعيالي كلنا كنا في المظاهر. ربنا يثبتك ويصبرك. الحقيقه يعني الواحد بيقف قدام النماذج اللي زي الحاجة سمية والحاجة عبد البديع، بداية كلامنا معاه بيقول يعني حاجة رسمية، الواحد بالحقيقة بيقف فعلا بدون يعني أدنى، مش عارف الواحد يقول ايه بصراحة. طيب من الله ونعم الوكيل في كل ظالم، ربنا ينظف البلد منه. طيب حاجه رسميه، انت اما بتتعاملي مع الناس اللي حواليك في المنطقه اللي انت فيها وفي الشارع اللي انت فيه، وابراهيم تحديدا سالت زينب قالت لي ان هو ما بي يعني مش منتمي لاي تيار سياسي او منتمي لجماعه الاخوان المسلمين اللي كل صغيره وكبيره الان تعلق في رقبه جماعه الاخوان المسلمين في الشارع. الناس بتتعامل معاكي ازاي، وشايفه ابراهيم كان عامل ازاي في التعامل معاهم؟ ابراهيم اول حاجه شارعنا كله وبيتنا كله بيتنا 5 ادوار وشارعنا صفان 2، ما كانش حد بيقوم يصلي الفجر الا ابراهيم ابني. ابراهيم الحمد لله ربيته تربيه نظيفه وربيته على الدين وعلى الاخلاق محترم، ودلوقتي بيتقال ان ده كان ارهابي حتى في البيت، حتى في نفس البيت يعني محسسني كده ان ابني كان بيعمل حاجه غلط ولا حاجه يعني انا العامله. يعني في ناس من معارفكم او قرايبكم بيتهموه بده دلوقتي؟ امام وفي قلب البيت امام، كل اللي في البيت. بتتعاملي مع ده ازاي؟ ولا حاجه، صباح الخير صباح النور السلام عليكم خلاص. يعني هو كان مثلا في تصرفات معينه من ابراهيم كانوا بياخدوها عليه في حياته، ان هو عارفين ان هو مثلا شقي او كده وصدقوا فيه اللي اتقال الكلام؟ كل الشارع عارف ان ابراهيم محترم وصلى، وعمر ما حد قصده في حاجه وقال له لا. عمر ما حد قال له هات لي حاجه وقال له لا، ولا عمره جاب لي مشاكل ولا كان له دعوه باي حاجه. وكل الشارع عارف كده وعارف ان هو، بس عشان هم يعني لهم يعني هم طلع السيفي محسسنا ان احنا كده يعني ارهابيين ولا احنا ماشيين في طريق غلط، واحنا اصلا مش اخوان ولا ننتمي لاي حزب.
احنا مش اكتر ان هو ادى بالظلم واقول له يا ابني اقعد، احنا يعني اضعف الايمان ان احنا بندعي على الظالم وبندعي ربنا ينصر الاسلام. يقول لي طب انت يعني لو ربنا هيسالني هيقول لي عملت ايه؟ طب اقول له ايه؟ واحنا ناكل ونشرب وخلاص عشتنا يعني، يعني احنا كده مخلوقين في الدنيا ناكل ونشرب ونشوف الظلم ونسكت عليه؟ هنعمل رايح اشوف الظلم واسكت عليه؟ طب يا حبيبي ما تحرقش قلب عليك، وقول له ايه اللي يحرق قلب؟ ايه اللي يحرق قلبك؟ انا ده انت تفرحي لي لو طب ادعي لي اموت شهيد يا ام. قال لي يا ابني ما تحرقش قلبي عليك يا ابني، بالله عليك يا ابني ما عدت تطلع ده. يقول لي لا انا هطلع طالما ما بعملش حاجه، اقنعيني اقنعيني لو انا بعمل حاجه غلط انا مش هطلع يا ماما. بس انا ما بعملش حاجه غلط. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حاج رسمية. وخليني دلوقتي يعني أحاول أتواصل مع رضوان محمد وهو صديق إبراهيم وكان معاه يعني لحظة ارتقائه. سلام عليكم يا رضوان. سلام ورحمة الله وبركاته. رضوان يعني طباع إبراهيم وأخلاقه ممكن يكون تعرضنا ليها من خلال كلامنا مع أخته ووالده ووالدته. عايزاك تعرفني إيه اللي حصل تحديدا يوم الحادثة اللي ارتقى فيها إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحمه طبعا ابراهيم. كنا دايما الصلاه في المساجد، يعني زي ما يعني مش هقدر اضيف اكتر من اضافته والدته ووالده على اخلاقه اللي معاهم في المنزل. يوم استشهاده جينا كان معادنا في مسيره في جليم الساعه 7، جه بعد كده نادى عليا عشان نروح، الميعاد اتغير بقى الساعه 9، قال لي طب نصلي العشاء ونروح. فقلت له ماشي، قلت له حتى لو صلينا العشاء لسه بدري يا ابراهيم. قال لي تعالى نصلي وننزلوا بس نتمشوا في المنطقه شويه. صلينا العشاء ونزلنا اتمشينا شويه وكده. قال لي خلاص بعد ما اتمشينا قال لي هطلع طب اكل لقمه وهنزل بسرعه. قلت له ماشي. فيا دوب ما فيش يعني ربع ساعه ورحت لقيت عليه ونزلنا. واحنا متواجدين على طول على المكان كنا ماشيين انا وهو، قعدنا نكلمه. وصلنا دوبك من مكان المظاهره او كده التجمع، بدانا نتظاهر سلميه ما فيش اي مشاكل خالص، ماشيين بنهتف. كنا شباب بس، ففي هتافات طبعا بدا شباب يعني من الانفعال يسيبوا على الداخليه وكده. ابراهيم رفض، واقف عمال يقول لنا يا جماعه بلاش شتيمه، ممكن نموت بلاش شتيمه. واحنا ماشيين في المظاهره وفجاه فعلا يا دوبك يعني هو بيقول في سبيل الله يقومنا، لقينا عربيات شرطه تبع الداخليه طلعت من شوارع جانبيه، نور اطلاق نار عشوائي بكثافه. بدانا نرجع ورا وفي شباب بدات ترد عليهم بالطوب. ابراهيم من عادته في الاشتباكات يعني نزل معانا تظاهرات كتير جدا، من عادته في الاشتباكات ما بيقفش يشتبك، يعني حتى بيقف ورا يستقبل المصابين يعالجهم. الناس شامة غاز بيديهم خل كده، يعني مش طبيعته ان هو اشتباكات او عنف. واقف على رصيف، فجت طلعت عربيات شرطه ضربوا نار عشوائي طبعا هو واقف وراه، فيعني جات له طلقه غدر من كلاب الداخليه. طيب استشهد على اسرار، بس يعني كان فضل ينزف مده في طبعا رحنا بيه مستشفيات، كله خايف ان هو يستقبله، ان المستشفيات بيتم محاصرتها وقت كل ما فيها من مصابين وكله حتى اللي جاي مع مصابين ممكن صاحب المستشفى نفسه يعتقلوه ان هو بيستقبل اصابات. ففضل ينزف مده طويله جدا، ولكن يعني ربنا اراد انه يموت شهيد. طبعا يعني مش اي حد ينول شهادة. ابراهيم طلبها ونالها من ربنا. كان معتكف معانا في شهر رمضان 2012، سافرنا ميدان التحرير مع بعض ضد المجلس العسكري، وعملنا تظاهرات في الميدان انه يسلم السلطة صلاحيات كاملة للرئيس. واتصورنا هناك في الميدان، يعني لينا ذكريات جميلة مع ابراهيم عمرنا ما ننساها. وفي الاعتكاف اثناء الاعتكاف كرموه بجائزه في الالتزام والاخلاق. كنا في الاعتكاف حتى يعني ما رضاش يسيب وقت يهدر وقت ان هو يعني نتكلم مع بعض، كان حتى يقول لي ايه تعالى نقرا في المصحف شويه، يلا تعالى ننزلوا مثلا نقول اذكار. في كان بيعمل لهم مسابقات اسئله واحاديث وكده، فكنا نقعد وما كانش يحب يضيع يعني وقت غير لله ووقت لحاجه مهمه مفيده جدا. طيب رضوان خليني يعني اخد منك بس من كلامك كده، انتوا كاصدقاء اللي فهمتوا ان انتوا لا تنتموا لاي تيار او فصيل سياسي موجود على الساحه، نزولكوا بشكل تلقائي، انتوا شايفين ان ليكوا كان اختيار والبلد ماشيه في طريق الكل متفق عليه وهو طريق الديمقراطيه، وفجاه
يعني كل ده يعني زي ما بيقولوا كده اتمسح بجرة قلم واحدة وكل ده اتمسح. فكرة اصراركم انتوا كشباب اصدقاء ابراهيم انت والمحيط اللي انت فيه، اصراركم على النزول رغم ما نشاهده. يعني احنا لسه اول يوم عيد لعيد الفطر امبارح وشفنا 5 ارتقوا دفعة واحدة، يعني ما فيش اي حساب لاي مناسبة. فكرة اصراركم على النزول هو النظام غبي، بالسلمية كما يقال او كما هو واضح للجميع، الفكرة الاصرار على النزول انت شايفها ازاي؟ اصرار على النزول سياسة العسكر هو غبائه وانه غباء النظام، بيعتقد ان هو لما بيقتل او يسجن الباقي هيخاف، او ان احنا هنسكت، لا ده في قتل ده في سجن مش هننزل يا عم زي ما بيعمل بقية الناس. يعني يقولوا لنا انتوا بتنزلوا ليه؟ انتوا يا ابني تقعدوا وما هتموتوا هتتسجنوا، فانت ربنا خلينا ليه؟ ابراهيم دلوقتي نال اعظم شهاده عند ربنا وهي كلمه حق عند سلطان جائر قالها واستشهد عليها، فدي اعظم الشهادات عند الله. احنا هننزل هنكمل في طريق ابراهيم، احنا عارفين طريقنا حق، طريق الحق بندافع عن ديننا. دلوقتي صوت يعني الكنيسه او الصليب اعلى من صوت المساجد. طب انت يعني شايف ان كل لما بيسقط منكم واحد من اصحابك او دماء من الناس او الدماء اللي على الارض هي بتزيد من الحراك الثوري في الشارع؟ دماء الشهداء وقود لينا في طريقنا، كل ما بيزيد اصرارنا اكتر. لما تقتل صاحبي انا مش هسكت، وانت بنفسك هتصنع الارهاب. احنا هننزل كل يوم وبتفجيرات بتحصل ويتهمها في الثوار. بس في يا رضوان في ناس بتقول، وفي ناس يعني عدد لا باس به من الشعب المصري بيقول ان احنا كده يعني في دايره مفرغه، كل ما انتوا برضو بتنزلوا كل ما مواجهه الداخليه ليكوا هتكون بالشكل ده، ومفيش اي تحرك على المستوى السياسي ناحيه اي تغيير معين، الامر استتب للسيسي وهو قائد الانقلاب العسكري ودستور وضع للبلاد وفي الطريق لانتخابات برلمانيه قادمه. يعني موقفكم ايه؟ بالعكس، انا لو شايف ان احنا تظاهراتنا مش هتاثر ما كانش هتنزل الداخليه تواجهنا وينزلوا لنا في الشوارع الجانبيه وينزلوا لنا المناطق الشعبيه، ما كانوش هيقتحموا بيوتنا ويدوروا على اللي بينزلوا المظاهرات، ما كانوش هيجوا ورانا في كل مكان لو التظاهرات دي ما بتاثرش عليهم. هم عارفين كويس ان مهما كانت المسيره ضعيفه او في مكان ما ليها تاثيرها على الناس وليها تاثيرها سياسيا، فلذلك هو بيواجهها بكل عنف. هي لو ما كانش لها تاثير كان يفتح الميادين وكانت الميادين هتتملى، هو قافل الميادين قافل الشوارع بيقتل وبيسجن عشان عارف مهما كانت المسيره قليله او ضعيفه ولكن مسيرات حاشده. شفنا امبارح في منطقه الرمل باسكندريه في صلاه العيد مسيره حاشده، الداخليه حاولت تفضها اكثر من مره، بس بفضل الله وبفضل يعني شباب حرس الثوره تصدوا ليهم وادوهم درس عمرهم ما ينسوه امبارح، وهم يعني لدرجه ان هم فروا مننا في الشوارع الجانبيه جيش وشرطه. بس في النهاية رضوان في دم بيروح، يعني في شباب بتروح في دم بيراق، يعني باستمرار ما تجيش تحاسب، ما تحاسبش المقتول، هو نزل يتقتل ليه؟ هو نزل يدافع عن دينه، نزل يدافع عن كلمة بيقول كلمة حق، في بنات بتتسجن، في أصحابنا بيموتوا، احنا هننزل وهنكمل هنناله اللي ناله إبراهيم وإن شاء الله بإذن الله يا إما فعلا يا إما نجيبوا حقهم يا هنموتوا زيهم. طيب إن شاء الله. يعني أرجو أن تبقى معي رضوان محمد وكذلك الأسرة بالكامل، الحاجة عبد البديع والحاجة سمية والأستاذة زينب، أرجو أن تبقوا معي. ننتقل الآن إلى أسرة أخرى وهي أسرة السيد حسني السيد، هذا البار جدا بأمه كما سنشاهد في التقرير التالي، وهو واحد من الذين حرمت أسرهم وجودهم. نتابع التقرير ونتواصل مع أسرته بعد التقرير. يبدو أنه كان يعلم بدنو أجله، فطاف على بيوت قريته بيتا بيتا ليسلم على أهلها ويودعهم قبل رحيله بستة أيام. بعد ما حضر خطبة العيد وصلى صلاة العيد، خد أخوه اللي هو أكبر منه ودار على البلد بيت بيت بما فيهم قرايبه بما فيهم الجيران بما فيهم أهل البلد، عيد على كل واحد باليد وكان بيخبط عليهم في البيت عشان يخش يعيد عليهم، ما سابش واحد ما عيدش عليه في اليوم ده. حسني السيد حسان مواليد الفيوم في 3 يونيو عام 1970، متزوج وله 5 أبناء، 4 بنات
وولد عمره شهرين. نشأ نشأة دينية فحفظ القرآن الكريم كاملا، مما أهله إلى ارتقاء المنبر والخطابة، فكان خطيبا مفوها اعتاد على قول كلمة الحق. ما يتكلم عن الحق بكل طلاقة، لا يخاف، يعني كما قال الله عز وجل: لا يخافون في الله لومة لائم. فهذا كان أميز ما فيه الشهيد حسني، وكان خطيب مفوه، وكان يقول الحق على الملأ، لا يقوله سرا ولا يقوله متخفيا. طبيعة عمله مكنته من التعامل مع كثير من الناس، فقد كان يعمل فني أشعة بأحد المراكز الصحية، حيث شهد له الجميع بحسن الخلق والتفاني في العمل. كل أهل القرية يعني اللي كان بيحتاجوا حاجة أشعة أو تحاليل كان بيقف معهم لحد ما مهمتهم أو يعني خدمة اللي هم محتاجينها تخلص، وتخلص على أكمل وجه. بل إنه كان بيوصل بيه إنه هو كان بيتابع يعني أهل القرية في البيوت، كان أحياناً يعني يطلبوا الساعة 1 بالليل والساعة 2 بالليل. كان يسعى على أسرته مادياً وتربوياً، فقد حفظ أبناؤه القرآن الكريم، ولم ينسى والدته من الرعاية والبر والحنان. لكن من شغله في الساعة 12 بالليل يصحيني ويوكلني ويديني العلاج كوباية ليمون كده يساهمني، ويرقص الفسحة جنبي، مرضاش يخش أوضته. ساعة طلع بيشني يجيب التاكسي ياخدني يشن على كتفه عند الدكتور، ويجيبني ماء على كتفه لحد العربية. تلقت الأم الثكلى خبر وفاة ابنها البار يوم 14 من أغسطس عام 2013 أمام المستشفى العام بالفيوم، أثناء مشاركته في مظاهرة رافضة لفض اعتصامي رابعة والنهضة. كله خرج علشان بشاعة المنظر اللي شافوه في رابعة وفي النهضة. فهو ماشي في قدام المستشفى الفيوم العام الصبح، كان في ضرب نار عشوائي فوق الأسطح المصالح الحكومية، فخرجت طلقة رصاص حي في صدره، ضرب في صدره اليمين وخرجت من ظهره من ورا، استشهد على أثرها في الحال. رحم الله الأستاذ حسني السيد، أحد الذين ارتقوا في محافظة الفيوم. للحقيقة يعني ما استوقفني أكثر في التقرير هو أو هي دموع والدة حسني السيد، يعني دموع الحق يقال أنها يعني تؤلم أكثر من غيرها. معنا الآن عبر الهاتف السيدة مجدة حسن، وهي زوجة الأستاذ حسني السيد. أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أستاذة مجدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير يا أستاذة مجدة. حضرتك بخير. كل عام وانت بخير. حضرتك بخير. استاذة مجدة، يعني انا يعني اكيد عايزاكي تكلميني اكتر وبشكل سريع عن الاستاذ حسني، بس قولي لي حال الحاجة ازاي دلوقتي، يعني يهمنا ان احنا نطمن عليها. كويس الحمد لله. استاذه مجده، يعني يا ريت لو حضرتك تسمعيني بالتليفون. يعني على فقدان الشهيد، لان احنا فقدنا يعني حاجه كبيره قوي في حياتنا، ونسال الله ان ينتقم لنا عز وجل. طيب انا اتمنى منك يا استاذه مجده ان انت تسمعيني من التليفون. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني ربنا يزوقهم من نفس الكاس اللي احنا ذقنا منه. استاذه مجده، حضرتك سامعاني دلوقتي؟ نسأل الله يعني أن ينتقم لنا يعني أشد انتقام، ويكتم أطفالهم كما يكتم أطفالنا يعني في سن صغيرة يعني وفقدان أبوهم. ويبدو أن الأستاذة مجدة يعني لا تسمعني جيدا، بس نسأل الله يعني أن يجمعنا به في الجنة، يجمعنا به في الدنيا. ربنا يصبركم ويثبتكم يا أستاذة مجدة. لو بتسمعيني يا ريت هعيد عليكي تاني تسمعيني من التليفون وتقفلي التلفزيون او توطي صوت التلفزيون.
استاذه ماجده، كنت سالتك يعني الحقيقه استوقفني في التقرير واكيد يعني اثر في ناس كتير، دموع الحاجه اكيد طبعا كل ام بتبكي على ابنها بشكل يعني بيأثر فينا كلنا، بس دموع الحاجة الحقيقة كانت يعني بتنم عن فقدان لكل الحياة، فكرة ان هو بر جدا بوالدته. طيب هو يبدو ان هناك مشكلة كبيرة في الاتصال بالأستاذة ماجدة والتواصل معها. طيب يعني نرجع مرة تانية لأسرة يعني إبراهيم عبد البديع، وأرجع معاك يا حاج عبد البديع، لو حابب تقول في كلمات رسالة تحب توجهها لمين وتقول لهم إيه؟ والله أحب أوجه رسالة للشعب برضه، يعني هم شايفين الظلم وشايفين إيه اللي بيحصل، واللي حتى اللي كانوا مؤيدينه برضه اتغيروا، ما بنقولش ما اتغيروش، لا اتغيروا، لأن شافوا الظلم بحقه حقيقي. وبوجه رسالة برضه لشيوخنا اللي هم العلماء اللي هم ما بيقولوش كلمة حق، واللي عطى تقرير بتحليل الدماء ده، بتحليل موت الدم. أنا بقول لهم رسالة، حتى أبو ربنا تقول له إيه؟ يعني كل من قال إن دمهم حلال هيقابل ربنا يقول له إيه؟ فين؟ وقت الجمهورية. ماشي. اللي هو قال اللي هو علي جمعة، اللي قال تحليل اضربوهم. فين شيخ الأزهر؟ إن منعش الدماء ده كله. يعني هيقابل ربنا يقول له إيه؟ أنا بقول لهم رسالة، والله من كل الله وحزب الله ونعم الوكيل، قل لكل من أذى أي شاب في الشعب. طيب عندك أمل يا حاج عبد البديع إن حق ابنك يرجع هو وكتير زيه راحوا، يرجع في يوم من الأيام إن شاء الله؟ إن شاء الله. الأمل ده هو ربنا اللي عطاه لنا، وأمر ربنا ما بيحب الظلم. يعني ربنا الحمد لله يعني عطينا امل ان باذن الله الظلم هناخده، وما خدناهوش في الدنيا هناخده في الاخره. يعني برضه ما خدناهوش في الدنيا هاخده في الاخره الحمد لله. فاحنا عندنا عقيده ان ادام بدافع عن الحق ومهما يحصل لي هقابل ربنا ان انا بدافع عن الحق. فانا برضه فخور بشهاده ابني، يعني مش ندمان ان ابني استشهد، فخور بيه. مش ندمان ان ابنك نزل وشارك؟ لا مش ندمان، لا انا فخور بيه. ربنا يربط على قلبك يا حاج عبد البديع الحمد لله. شكرا جزيلا لك. ويبدو ان الاستاذه ماجده زوجة الاستاذ حسني السيد ربما تسمعنا الان بشكل جيد. استاذه ماجده سامعاني كويس؟ طيب ارجع مره تانية للحاجه رسميه والدة إبراهيم عبد البديع، ورسالة أيضا أخيرة حاجة رسمية. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاجة رسمية حابة أسمع منك كلمات أخيرة، عايزة توجهيها لمين؟ عايزة تقولي إيه فيها؟ أنا أقول حجي الله ونعم الوكيل خل ظلامي. ابني أصلا كان بيعتكف في رمضان، ومن يعني واحد شافه لقيت واحده في الجامع وجايه تقول لي يعني زوجي شاف ريا لابراهيم النهارده، قلت لها ايه؟ قالت لي بيساله بيقول له امال انت هتعتكف فين السنه دي؟ قال له انا معتكف في احسن مسجد. كان معتكف ومعتكف في احسن مكان. ما شاء الله. ابن كان بيعتكف في المساجد وكان ملتزم بالصلاه، الصلاة دي ما كانش يصلي في البيت الا في السنة، كان كل صلاته في المساء. كان يبقى في المحاضرة والمستأذن والدكتور وينزل جامع الجلسة الكلية في المسجد يصلي. ابني من صغره وهو كان يعني كانت حاجة كده يعني جاية كده من ربنا. ملتزم بالصلاة ومحترم ولا يحب يأذي حد ولا يحب حدا حرام،
ولا شد في سيرك حد، وانا استفدت عند ربنا وهو لسه طالع اقل وفند واول ما نزل جه بس ايدي بس راسي كان يقعد يلبس التوتش على السجاده كنت ازعق له. اول مره ابراهيم اخر طالع على البيت طلع بره على راسي في السلم وبعدها بس ايدي بس راسي وقال لي يا امي ما افتكرتش الحاجات ده اللي بعد ما مشي وما يخدع طلع لبس الكوتش بره عشان ما ازعقش عليه ولا اقول له حاجه. واستخفت وهو يا دوبك نزل على السلم وقلت له احتسبتك عند الله يا دوبك احتسبتك عند الله. كان ربنا يربط على قلبك يا حاجه رسميه. وحابه يا رضوان تقول رساله اخيره، يعني انا عايزه اسمع من خلالك صوت الشباب اللي بتنزل الشارع دلوقتي ومصره رغم يعني مشهد الدماء اللي بيتكرر يوميا تقريبا او في كل مناسبه يعني بينزل فيها ثوار بيطالبوا بحريتهم مره ثانيه تراق الدماء. عايزه منك كلمات تحب تقول فيها ايه وتوجهها لمين؟ اولا بس اقول لابراهيم الله يرحمك كل سنه وانت طيب، انت عندك في الجنه شهيد ان شاء الله. نفس الكلام اقول لريعو برضه الله يرحمه كل سنه وانت طيب يا ريعو، وعينك في الجنه وان شاء الله دمهم مش هيروح حضر، والمعتقلين ربنا يفرج كربهم قريب باذن الله سواء في كوم الدكه او برج العرب. بنحذر بس رساله للداخليه ولرجال الامن اللي بيزيدوا باتش كل يوم، نقول لهم انتوا نفسكم اللي بتصنعوا الارهاب، اللي هيبقى فيه ارهاب بجد لو استمرتوا في الانتهاكات اللي بتحصل في كوم الدكة والترحيل بقوة العقبية واللي بيحصل في برج العرب. بنقول لهم بتعاملكم على الأرض مع المتظاهرين وسحل وسجن بنات والشباب انتوا نفسكم هتصنعوا الإرهاب، احنا مش هنخاف من رصاص ولا سجن بإذن الله، احنا مكملين شاء من شاء وأبى من أبى، وبإذن الله لن يستمر حكم العسكر وسيسقط حكم العسكر إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا ليك رضوان محمد، يعني هكذا هو حال وتفكير وعقيدة من يعني يؤدون الأداء الثوري الذي نراه يوميا على شاشات الجزيرة مباشر مصر على الأقل. شكرا جزيلا لأسرة إبراهيم عبد البديع، الحاجة عبد البديع أحمد والحاجة رسمية إبراهيم وأخته زينب عبد البديع. شكرا لك مرة تانية رضوان محمد، وكذلك شكرا جزيلا للأستاذة مجد حسن رغم عدم التواصل معها، ربط الله على قلوب أهالي الشهداء وعلى قلوبكم جميعا وعلى قلوب أهالي المعتقلين والمصابين، وعظم الله أجركم وكل عام وأنتم بخير.